تاخدش الجنيه. من حقك يا جماعه. واحده واحده هنا. انا عدو كده يا جدعان. في فتره كده بتشك في كل حاجه، تشك انت كل اللي عملته وحش 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 خالص، يعني ملوش اي لازمه. بتشك ان كل الناس اللي كانت بتقول لك ان انت بتعمله ده حلو كانوا بيشتغلوك، لان دايما احنا بنشوف يعني صوت الحاجه الوحشه بتشوفها عاليه، بتقعد تفكر طب انا عملت ايه بقى غلط، بس عملت ايه غلط لدرجه ان انت تخش تقول لي حاجه وحشه قوي كده، فاهم؟ ألم وكراسة كتبت على قد ما وصلت في الدراسة، 4 سنين لورا أول ديوان الطبع، أشعاره محفوظة أكيد من كتر ما بتتسمع، طبعاته 5 نجاح وشهرة كويسين، ديواني تاني كله عن فقه المسلمين، سبت الكتابة خالص ركزت في الأغاني، حالنا دايما في بالي مش أناني، فكتبت على خان وكتبت على باع، وسمعت اسمي بيتصرخ من لذة الاستماع، فمسكت قلمي تاني جبت نفس الكراسة وكتبت 7 أيام منهم كان يوم الرصاصة، عمري ما قلت اني كاتب ولا حكون اديب، يمكن هاوي لسه في البداية بس اكيد بصيب، مش عيار بيدوش يروش والسلام، انا بكتب كل كلمة ليكو بتركيز واهتمام، فحكيت عن الادمان والصحاب ووجع المرض، وحكيت عن الخرطوش والثوار والنصري اللي اتولد، وحكيت ياما ما دخلتش يمكن افيد الغير، وفرحت لما نجاحي كان بيتنسب للجيل، شفت في نجاحك نجاح ليا وانتصار، اسأل عليا حيقولولك عمره في يوم مهار، مؤمن ان التغيير حيبدأ فينا، فحاولت اطهر نفسي بدل ما نحرق المدينه، زاد النجاح وزادت الشهره وجمالها، وقابلت ناس كتير رخيصه رغم كتر مالها، على قد ما في الشهره جمال انا شفت فيك العجب، شفت اللي بيغير مبادئه على حسب الطلب، وشفت اللي كان حبيبي وفجاه ليه عليا اتقلب، ابدا فصل جديد في الحكايه بعد مين السبب. الكتاب الرابع حقق النجاح في معرض الكتاب، كان الاول باجتياح الهجوم شديد، طب ممكن التفسير لو غلطت انا هتأسف وحبدأ في التغيير، بس مفيش مساحة للتغيير لانه مش مطلوب، مش مطلوب انك تتغير، مش هو ده المرغوب، المرغوب انك تتكسر وتشوف هدفك بيدوب، والحل انك تستحمل كتر وألم الندوب، فيه اللي فرح فيك من قلبه وفي اللي حصل، واللي حيفرح اكتر لو ظهرك يوم اتكسر، مولد وصاحبه غايب من بعيد واقف بتفرج، مين اللي قرر يحكم من بعيد وفيا شرك، قالوا لازم ارد انت اقول اتكلم، ملعونه كل الشهره اللي بدل غير تسمم، ملعونه لو شهرتك مبنيه على النفاق، ملعونه لو شهرتك لضميرك من السياك، ملعونه لو ماليها سفاله وانتهاك، ملعونه وبتلعنك وبتلعن اللي معاك، جرب تفتح الكتاب ودور على الحقيقه، شوف لو كلمه واحده بصفحات ومش بريئه، اتنسب كلام ليا عمره ما اتكتب، ليه بتكذب تضل لو بتحامل الادب، منقوص الوزن اللي في كلامك وفي شخصيتك واضح، مليان عيوب وسهلة كل عيوبك فاضح، كرهك وباين في عينيك قصاد الكل، يمكن شفت زلف عايز كل الناس تتدل، انا مش بلومك عشان جوايا نفس شر، ومش بعاتبك اكيد دقت نفس المر، لكن بقولك البنا اكيد اصعب من هد، باقي وحوصل رغم ظن اي حد، باقي وحوصل رغم ظن اي حد. انا بالنسبة لي وانا مكنش بعمل الهيب هوب مكنش هلاقي حاجة اعملها، فانا ما بعملش الا ده، فهو ده انا، فاهم؟ فانا بتضايق وببسط وزي اي حد يعني، بحب حاجات وبكره حاجات وبغلط وبعمل حاجات كويسه زي الناس كلها.